سلام بنات الدراري، كيف تاي لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم الكورني بالخبز ديال التورتيلا وبالحشوه بارده. كتجي البنات الكورني كيجيو رائع، نرأي بزاف. كنتمنى تجربوا مع افضل زاتكم. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي نحتاج الخبز ديال التورتيلا، من بعد غادي نقسموه على جوج. البنات غادي ناخذو غادي نلفوها. راه البنات كتجي الشكل ديال الكورني كتجي ساهله. وفي الطرف غادي ندهنها بشويه ديال لاصوص انجيريان اولا البيض. غادي نصيب معكم الثانيه. صافي البنات، غادي نستمر دابا في الكورني ديالي تنكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله. البنات من بعد ملي كملت الكميه خدينا لاطار فرش دي بابي كويسون دهنته بشويه ديال الزيت. البنات غادي نحط دابا الكورني، ولا البنات غادي ندهنها دابا بالصفر ديال البيض. والفران البنات شعلته من الفوق ومن تحت والنار تكون شويه اقل من متوسطه. البنات راه دغيا كتحمروا. من بعد ملي غادي ندهنها بالبيض غادي ندخلها للفران والنار البنات يكون شويه مهيل. راه دغيا البنات كيتحمروا، ما غاديش ياخذ منكم واحد الوقت طويل، واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق دغيا كيتحمروا. البنات غادي نوجدوا دابا الحشوه بارده. غادي نضيف ليه واحد الحك ديال الطون من بعد ملي صفيت ليه شويه الزيت. وغادي ناخذوا مايس، غادي نضيفوا ليه واحد 3 ديال الحبات ديال البيض مسلوق. من بعد ملي حكيتو في الحكاكه غليظه غادي نضيف واحد الكميه قليله ديال الزيتون الاسود المقرط. من بعد غادي نضيف ليه شويه ديال المايونيز. هنا البنات راه من بعد ملي تحمروا ليا الكورني ديالي كيجيو البنات واحد اللون ذهبي. غادي نضيف ليه ما تبقى ليا من لاصوص انجيريان، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا. البنات غادي نخلطوا دابا الحشوه ديالتي. الا خاصها شويه ديال المايونيز غادي نضيفوا ليه شويه، الا ما خاصهاش غادي نخليوها هكا. صافي البنات، من بعد ملي غادي نحركوا دابا الحشوه ديالتي غادي نعمروا دابا الكورني. ايوا البنات، هانتوما هما الشكل النهائي ديال الكورن ديالي بالحشوه بارده. من بعد ملي عمرتهم وزينتهم شويه ديال الفرماج الاحمر كيجيو البنات رائع رائع بزاف، ورافقتهم شويه ديال لاصوص انجيريان. كنتمنى تجربة مع افضل ستيركم. كنشكركم سوا البنات وديك في قاعدتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات ملي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر تلهي فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.